الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فمواصلة لقصص أنبياء الله تأتينا قصة موسى عليه السلام. ومع أن قصة موسى قد أسهب فيها في مواطن أخرى من مثل سورة طه والقصص، إلا أنها أتت مقتضبة في سورة هود، وما ذاك إلا أن المراد شاهد ما تحدثت عنه السورة، وذكر أن الأنبياء قد جاءوا بالحجج والبراهين، وأن المعاندين لهم كانت لهم العقوبة السيئة في الدنيا والآخرة. ثم ذكر الله جل وعلا ما يتعلق بالاستفادة من قصص الأنبياء السابقين، فلعلنا نستمع لشيء من الآيات التي تتحدث عن ذلك في سورة هود. فليتفضل القارئ بارك الله فيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق.
خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. يذكر الله جل وعلا في سياق حديثه عن الأنبياء نبيه موسى عليه السلام، وقد جاء موسى نبيا مرسلا من عند الله إلى فرعون وقومه يطلب منهم أن يوحدوا الله ويطالبه بأن يترك بني إسرائيل ليذهبوا معه لعبودية الله جل وعلا. فكان موسى مرسلا من عند الله لإقامة الحجة على العباد ولدلالتهم على الخير والهدى. وقد جعل الله معه من الآيات العظيمة والدلائل الكثيرة من مثل العصا التي تنقلب إلى حية، ومن مثل اليد التي إذا أدخلها إلى جوفه انقلبت بيضاء. وكان ذلك في 9 آيات جعلها الله جل وعلا على يد موسى عليه السلام. وكان معه أيضاً دليل مقنع وحجة وبرهان، بحيث عنده من وسائل الإقناع ما يؤمن على مثله البشر. أرسله الله جل وعلا إلى فرعون عظيم أهل مصر في ذلك الزمان، كما أرسله إلى ملأه وهم الوجهاء والقوم الرفعاء من قوم موسى، ولم يذكر التبع لأنهم يتبعون كبارهم، وبالتالي لم يحتج إلى إفرادهم بالذكر. فأرشدهم إلى الحق ووضح لهم طريق الهداية الذي تحصل به النجاة، فما كان منهم إلا أن أعرضوا عن الاستجابة لموسى وساروا على طريقة فرعون. صدقوه حينما قال لهم أنا ربكم الأعلى، فكان هذا من أسباب نزول العقوبة بهم بالغرق في الدنيا وعذاب نار جهنم في الآخرة. ولذا قال تعالى فاتبعوا أمر فرعون، أي ساروا على طريقته. والأمر هنا قد يراد به الشأن وقد يراد به الطلب، فكأنه قال استجابوا لأمر فرعون في طلبه منهم أن يؤلهوه، أو أن المراد ساروا على طريقته وشأنه. ثم قال وما أمر فرعون برشيد، أي إن الحال التي كان عليها فرعون ليست طريقة سليمة، بل هي من طرائق الغواية والضلالة. فتركوا ما قامت الأدلة على صحته وتعددت البراهين على الشهادة له من أجل
مقالة فرعون. وبالتالي فإن فرعون سيأتي يوم القيامة مقدما في رأس قومه ليدخل بهم النار، كما قال فأوردهم النار. الناس إذا أرادوا أن يردوا على المياه جعلوا لهم مقدما من أجل أن يردوا على المياه، كأن فرعون وقومه لما وردوا إلى نار جهنم كانوا عطاشا، كانوا شبه ضالين، ولذا قال فأوردهم النار. وبئس الورد المورود، أي ساء ذلك المكان، وكان مكانا سيئا غليظا محل عقوبة. وبئس الورد يعني المكان الذي وردوه، المورود الذي قدر عليهم وروده. وأتبعوا، أي أن فرعون وملأه لا زالوا يحظون بلعنة الناس إلى يوم القيامة، ولذا قال وأتبعوا في هذه لعنة، أي أن الناس يلعنون فرعون ويشهدون سوء طريقته، مع أنه كان جبارا في الأرض وكان له ملك عظيم فيها، وكان يأمر فلا يعصى، وكان يفعل الأفاعيل الشنيعة، فقد كان يقتل أبناء بني إسرائيل ويستحيي نساءهم في جرائم نكراء منه، ولكن العقلاء يلاحظون سنة الله في الكون ويعلمون أن هؤلاء الظالمين الذين يسيرون على طريقة فرعون سينالهم ما نال فرعون وقومه. ولذا قال وأتبعوا في هذه لعنة، واللعنة الإبعاد عن الخير والرحمة، فلا زال الناس يشهدون بفساد طريقة فرعون ويرمونه بالأوصاف السيئة، وكذلك يوم القيامة يكون بعيدا عن رحمة الله، فيرد مع قومه نار جهنم، ولذا قال بئس الرفد المرفود. الرفد في لغة العرب يستعمل للضيافة التي تجعل للضيف الذي أول ما يقدم، والمرفود يعني المتتابع، فكأنه يقول ما هيئ لهم من العقوبة الشديدة في الآخرة تجعل الإنسان يقول لهم بئس الرفد، أي بئس ما هيئ لكم مما تتابع عليكم شره وضرره. ثم ذكر الله جل وعلا حديثا عن قصص الأنبياء ككل، فقال ذلك يعني ما قصصناه عليك من أنبياء الله نوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وموسى عليهم السلام، هذا من أنباء القرى، فيه دلالة على صدق هذا النبي، فإنه لا يمكن أن يعلم بأخبارهم إلا بوحي من عند الله جل وعلا، فكان هذا دليلا على صدق هذا النبي، حيث أورد سلسلة تاريخ البشرية مما لا يصل علمه إليه في عادة الأمور. ثم فيه معنى آخر، ألا وهو التأسي بهؤلاء الأنبياء والسير على طريقتهم من الدعوة إلى توحيد الله وترغيب العباد في الاستغفار والتوبة، ومن
مجادلة الناس في دعوتهم إلى الله، ومن انتظار الفرج الذي قدره الله جل وعلا لعباده المؤمنين. ومن هنا نعلم الفائدة العظيمة من إيراد قصص هؤلاء الأنبياء، ونعلم فائدة تكرار ذلك. ثم قال: ذلك من أنباء القرى، أي من الأخبار التي مرت على هذه المواطن التي بعث فيها أنبياء الله، نقصه عليك، أي نذكر حوادثه وتفصيله عليك. منها قائم، يعني أن بعض القرى التي سكن فيها أولئك الأنبياء لا زالت موجودة، لم تندثر من مثل مدائن صالح، بينما هناك ما هو حصيد، أي زال ولم يبق منه شيء، بمثابة الزرع الذي تم حصده فلم يبق منه شيء، من أمثال مواطن قوم نوح حيث لم يبق لها آثار. وقال: وما ظلمناهم، أي إن إنزال العقوبة إنما كان بسبب عائد إليهم، حيث ظلموا، وظلمهم إما بصرف العبادة لغير الله، وهذا هو الظلم العظيم، وإما ببخس الناس حقوقهم وعدم ردها إليهم، وإما أن يكون ظلمهم بمعارضة أنبياء الله والوقوف في وجه من أراد أن يدخل في دينهم. ولذا قال: وما ظلمناهم، فالله عادل سبحانه وتعالى، ولكن ظلموا أنفسهم بتكذيبهم لأنبياء الله وصرفهم العبادة لغير الله وعدم اعتبارهم بسنن الله في الكون. قال تعالى: فما أغنت، أي أن معبوداتهم من الأصنام والأحجار لم تستطع أن تدفع عنهم من عذاب الله ولو الشيء اليسير. ولذا قال: فما أغنت عنهم آلهتهم، أي معبوداتهم التي يدعون من دون الله، أي يتوجهون لها بدعاء العبادة ودعاء المسألة، يطلبون حوائجهم منها، مع أنها لا تنفع ولا تضر. فقد كانوا يدعون آلهتهم تلك من دون الله، فلم تغن عنهم هذه الآلهة في دفع أدنى مقدار من العذاب الذي نزل بهم لما جاء أمر ربك، أي في الوقت الذي تنزل فيه الأمر الإلهي بإنزال العقوبة بهؤلاء الأقوام. وما زادوهم، أي أن هذه الآلهة لم يكن منها بالنسبة لمعبوديها إلا أن جعلتهم يخسرون وتنقص مكانتهم. ولذا قال: وما زادوهم غير تتبيب، أي أن آلهتهم التي يعبدونها من دون الله لم تزدهم إلا خسارة وبوارا. ثم قال تعالى: وكذلك، يعني أن سنة الله ماضية بإهلاك القوم الظالمين، ولكن لا تستعجلون. قال: وكذلك أخذ ربك، أي إنزال العقوبة من الله بالقوم الظالمين، العقوبة التي تستأصلهم ولا تبقي منهم أحدا. كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى، إن أخذه إذا أخذ القرى وهي ظالمة،
إن أخذه أليم شديد، أي إن عقوبته التي تنزل بالأمم مؤلمة ضخمة عظيمة. ثم ذكرهم من أجل أن يستعدوا لآخرتهم فقال: إن في ذلك لآية، أي في هذا عبرة وبرهان ودليل على صحة هذه الرسالة، ولكن إنما يستفيد منها من كان في قلبه مخافة من الله تعالى. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يعني يوم القيامة، يوم مجموع له الناس يبعثون من قبورهم ويؤتى بهم إلى بلاد المحشر بلاد الشام، فيجتمع الناس وبالتالي يشهد بعضهم على بعض بما عملوه في الدنيا، ويشهدون أيضا ما ينزل بهم من العقوبات في تلك المواطن. ثم قال: وما نؤخره، يعني أن يوم القيامة باق على أجله، وطلبكم الاستعجال به لا يغير من قدر الله وسنته في الكون شيئا. وفي الحقيقة أن هذا اليوم يأتي في وقته وزمانه، لا يتخلف عنه يوم القيامة، ولكن لله حكمة في تأخير هذا وعدم مبادرة الناس بالعذاب الذي يقع عليهم. في ذلكم اليوم، يوم القيامة، يختم على أفواه الناس، فلا يستطيع أحد أن يتكلم هيبة من الله، وهذه الهيبة تجعل الجميع لا يتكلمون لا في شأن أنفسهم ولا في شأن غيرهم، إلا أنه قد يأذن جل وعلا لبعض عباده بالحديث. في ذلكم اليوم ينقسم الناس إلى قسمين: أشقياء وسعداء. فالأشقياء هم من خالف أمر الله بكونهم يعبدون غير الله أو يرتكبون ما يخرجهم من دين الإسلام، ومن هنا كانوا أشقياء. وهؤلاء الذين شقوا يجعلهم الله جل وعلا في نار جهنم، لهم أصوات عظيمة تجعل الناس ينفرون منهم ومن طريقتهم لما يصدرونه من الأصوات الفظيعة الشنيعة، ولذا قال: لهم فيها زفير وشهيق. فالزفير إخراج الهواء من البدن، والزفير والشهيق إدخاله. فيقول: في ذلك اليوم لا يستطيعون أن يتكلموا ولا يسمع منهم شيء، إلا أنهم كل مشغول بنفسه، يكون عند أهل النار نار جهنم يلقون فيها، فيكون لهم فيها زفير وشهيق. والزفير إخراج الهواء، والشهيق إدخاله، بحيث كانوا يصدرون الأصوات العظيمة عند التنفس، مما يدلك على ما هم فيه من حال مقيت بئيس بسبب عدم استجابتهم لأمر الله جل وعلا. فهؤلاء يدخلون نار جهنم. قال: خالدين فيها، أي باقين أبد الآباد في نار جهنم. قال: ما دامت السماوات والأرض، أي ما دام أن السماء والأرض باقية فهذا
هؤلاء ستنزل بهم، هؤلاء تنزل بهم العقوبة المتتابعة. ثم قال إلا ما شاء ربك. قيل الاستثناء هنا لما عاشوه في الدنيا قبل موتهم، وقيل بأن السماء والأرض تنتهي ولها عمر يكمل، ومن ثم فهؤلاء يدخلون نار جهنم أبد الآباد لا يخرجون منها أبدا. فهذه السماوات والأرض باقية فهؤلاء يبقون. وإذا قدر ذهاب الشمس ذهاب الأرض والسماوات فإن هذا لا يقطع عقوبتهم. فقوله إلا ما شاء ربك يعني من بقائهم بعد ذهاب بعد ذهاب الليل وبعد ذهاب السماوات والأرض. ثم قال إن ربك فعال لما يريد، أي ما قدر الله كونه وأراده إرادة كونية فلا بد أن يقع، سواء كان في الأمور الكبيرة أو في الأمور الصغيرة اليسيرة. فالله يعلم بجريان الماء وبسير النمل على الأرض الصماء، وهكذا هو فعال لما يريد. فإذا أراد دخول أهل النار النار دخلوها، وإذا أراد لأهل الجنة أن يدخلوها دخلوها. والله جل وعلا أعطاه ما من الإمكانات، أعطى عبده، الله جل وعلا أعطى بعض عباده من الإمكانات ما يدلك على قدرة رب العزة والجلال، فهو فعال لما يريد. فهذا في شأن الأشقياء. أما شأن السعداء فقد قال فيهم وأما الذين سعدوا، يعني كانوا في الدنيا على حال أهل السعادة من عبودية الله وحده، فهؤلاء يدخلون الجنة خالدين فيها، أي لا انقطاع لنعيمها البتة. وقوله ما دامت السماوات والأرض يعني من أجل تقريب هذا البقاء في أذانكم، فهذه الأرض وهذه السماء بقيت العقود الطويلة والأزمنة الكثيرة بأمر الله جل وعلا. وقوله إلا ما شاء الله يعني ما كانوا عليه قبل موتهم في الدنيا، أو أن المراد به أنه ولو فنيت السماوات والأرض فإن نعيمهم يبقى أبد الآباد. ثم قال عطاء غير مجذوذ، أي أن إحسانه جل وعلا لأهل الإيمان سيكون مستمرا بلا انقطاع، وعطاء ربك غير مجذوذ. نعم. ثم قال فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، يعني أن ما يعبده أهل مكة ومن أرسل إليهم الأنبياء من عبادة الأصنام والأشجار والأحجار، فهذه أمور لا يمكن لعاقل سليم العقل أن يسلم لها أو أن يخضع ويذل لها. ولذا قال فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، أي لا يكن من شأنك أن يوجد عندك ذرة شك في تخطئة هؤلاء الذين يعبدون ما يعبدونه من دون الله. قال فلا تك في مرية، أي في شك مما يعبد هؤلاء. ما يعبدون هذه الأصنام التي يعبدونها لا يحتجون عليها إلا بتقليدهم لآبائهم،
مع أن آباءهم يحتاجون إلى من يصحح طريقتهم، فكيف للأبناء أن يستدلوا بطريقة الآباء؟ قال: وإنا لموفوهم، أي معطوهم ومنجزون لهم نصيبهم، أي ما يكون لهم، غير منقوص أي غير ناقص عن حده. قيل بأن المراد بهذا ما يعطيه الله جل وعلا لبعض الكافرين في الدنيا، فإن الله جل وعلا لم يجعل الدنيا خالصة لأهل الإيمان، بل يمتع أهل الكفر بشيء من أمور الدنيا، وبالتالي لا يصح لهؤلاء أن يحتجوا بطريقة الآباء ولا أن يحتجوا بما آتاهم الله من مال. فقال: وإنا لموفوهم، أي سنعطيهم نصيبهم، أي ما لهم من حق ومال غير منقوص، أي غير مقلل منه، بل يعطى حقه كاملا. ففي هذه الآيات فضل موسى عليه السلام وبيان دعوته ورسالته التي كانت لقومه ولفرعون وقومه، وفي هذا أن موسى قد جاء من الآيات والبراهين والأدلة ما يدل على صدقه. وفي هذه الآيات أنه لا يجوز للإنسان اتباع الظالمين، وعليه أن يحذر من مخالطتهم والقيام معهم، فضلا عن مناصرتهم وفضلا عن مجالستهم. وفي هذه الآيات التذكير بنعم الله التي أنعم بها على فرعون، بحيث لا يغتر إنسان بنعم الله التي وهبها له. وفي هذه الآيات أن الناس في عرصات القيامة يكونون ظمأ، فيقودهم قوادهم إلى مواطن السقيا فلا يتمكنون من الأخذ من الماء، بل يكون هذا سبباً لدخولهم نارا جهنم فيقاسون فيها من الحر والآلام، ما الله به عليما. وفي هذه الآيات التحذير من أن يكون الإنسان رأسا في الباطل يقتدى به في السوء، ويقتدى به في السوء ونحو ذلك. وفي الآيات التذكير بورود فرعون لنار جهنم. وفي هذه الآيات أن العقوبة التي تكون للمعرضين عن الله وعن شرعه ليست خاصة بعقوبات الآخرة، بل قد يعاقب الله عليها في الدنيا. وفي هذه الآيات بيان الحكمة من إيراد قصص أنبياء الله في القرآن، وذلك من أجل أن نأتسي بهؤلاء الأنبياء ونقلدهم في الاستمرار في الدعوة إلى الله، أو نستفيد من مقالتهم في الحجاج والمجادلة، أو أن نعرف أنهم كانوا على نفس الطريق الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وفي هذه الآيات من الفوائد أنه لا مانع من تبليغ الآخرين بما في الإنسان من أفعال ونحوه. و في هذه الآيات الترغيب في سماع قصص الأمم الماضية
والاستفادة منها بما يترتب عليه تصحيح العمل والنية والسلوك. وفي هذه الآيات أن أقوام المعذبين منها ما زال ولم يعد له وجود، ومنها ما كان باقيا إلى عصرنا الحاضر، يشهد لما قرره الله جل وعلا من إنزال العقوبات بالمخالفين لهديه. وفي الآيات أن إعراض المعرضين عن الحق والهدى إنما هو بفعلهم وإرادتهم واختيارهم، بالتالي لا يصح الاستدلال بفعلهم لأن فعلهم من الظلم. وفي الآيات أن الله عادل، وبالتالي لا ينزل عقوبة بأحد إلا إذا كان مستحقا لتلك العقوبة. وفي هذه الآيات أنه إذا نزل عذاب الله فلن يتمكن أحد من درئه ودفعه مهما كان عنده من القوى. وفي هذه الآيات أن المعبودات التي يعبدها الناس لا تنفعهم شيئا، وبل هي لا تنفع نفسها فضلا عن أن تنفع غيرها. وفي هذه الآيات التحذير من نزول العقوبة في الدنيا، وفيها من الفوائد أيضا التحذير من نزول غضب الله بالعبد، ومن ثم فيدعى للاستعداد لآخرته. وفي هذه الآيات أن الظالمين جعل الله لهم سنة جارية بإهلاكهم، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ هذه الآية: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وفي هذه الآية من الفوائد عموم البشر في قيام الحجة عليهم بإرسال الرسل، فما من أمة إلا وقد أرسل فيهم رسول. وفي هذه الآيات التحذير من الظلم وبيان سوء عاقبته دنيا وآخرة. وفي هذه الآيات الترغيب في الخوف من الله، وأنه من أسباب فهم الإنسان وقدرته وتمكنه من عبودية الله جل وعلا. وفي هذه الآيات أن من كان خائفا من الله فهم المواعظ التي تلقى عليه. وفي الآية من الفوائد التذكير بيوم القيامة، وأن العباد سيكونون بين يديه جل وعلا. وفي هذه الآيات أن يوم القيامة يجمع إليه جميع الناس بلا استثناء، بما فيهم من أكلته السباع ومن غرق في البحار ونحو ذلك. وفي هذه الآيات بيان أن القضاء يوم القيامة يكون مشهودا عند الخلق، وبالتالي لا يخفى عليه جل وعلا شيء من أمور الناس، وسيجتمع الناس لرؤية أو لمشاهدة هذه الواقعة برجم هؤلاء. وفي هذه الآيات أن يوم القيامة له أجل محدد، وأنه لا بد واقع، وأنه مهما كان عند الناس من قدرات على تغيير في الكون فإنهم لا يستطيعون
تغيير موعد القيامة ولو بلحظة واحدة. وفي هذه الآيات التذكير بشأن العباد يوم القيامة، فإنهم لا يتكلمون ولا يتمكنون من الكلام إلا من أذن له رب العزة والجلال. وفي هذه الآيات بيان شدة أهل النار والأصوات العظيمة التي تصدر منهم، فيصدر منهم شهيق عظيم ويصدر منهم سعداء. فأهل الشقاء من خالف أمر الله بصرف العبادة لغير الله أو ارتكب مكفرا، وأما السعداء فهم الذين تمسكوا بشرع الله واتبعوا نبي الله، فكان السعداء سعداء لدخولهم الجنان ولكونهم أسبابا من أسباب الخير والطاعات. وفي هذه الآيات التذكير بأن العباد يوم القيامة يختم على أفواههم فلا يتكلمون، ويكون كل واحد منهم مشغولا بنفسه. وفي هذه الآيات أن بقاء أهل النار في النار دائم لا انقطاع له. فإن قال قائل: كيف تجعل من عاش 60 سنة في التوحيد يعذب آلاف السنين في الشرك؟ فإنه قد كان في الدنيا سنوات قليلة. واضح الإشكال؟ يقولون هم في نار جهنم أبد الآباد، نتيجة ماذا؟ عصيانهم أو كفرهم في الدنيا. كفرهم وشركهم في الدنيا كم سنة؟ طول حياتهم 60 70 80. فكيف يعذبون في نار جهنم أبد الآباد؟ فيقال إنهم نووا أن لو بقوا فإنهم سيستمرون على الشرك، وبالتالي كان لهم من العقوبة ما يماثل نيتهم. وهكذا في المؤمن أيضا، ولذا ورد: نية المؤمن خير من عمله. وفي هذه الآيات في قوله: ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، قيل المشيئة ما كان قبل حال حياتهم الدنيا، وقيل المراد بهذا أنه إذا هلكت السماوات والأرض فإنهم سيبقى عذابهم أبد الآباد. فكأن الاستثناء هنا من أجل إثبات عقوبة أكثر. ثم قال: إن ربك فعال لما يريد، لا يعجزه فعل شيء من الأفعال. ثم قال: وأما الذين سعدوا، أي كانت لهم السعادة بالإيمان والتوحيد اتباع السنة، فهؤلاء سيجعل الله لهم الجنة خالدين فيها إلى انقطاع لها ولا لنعيمها. ثم قال: ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، قيل ما شاء من المدة التي كانت في أثناء حياتهم في الدنيا، وقيل بأنه لو قدر هلاك السماوات والأرض فإن نعيم هؤلاء مستمر أبدا الآباد. ولذا قال: عطاء، يعني تفضلا من الله وإحسانا منه لعباده، غير مجذوذ أي غير مقطوع، بل كلما طلب شيئا من خيراتها أعطي. وأما بعد ذلك فإنه لا بد من الالتزام
وأما بعد ذلك فإنه قد بل إن نعيمهم مستمر أبد الآباد حتى ولو هلكت السماء هلكت الأرض والسماء. ثم قال فلا تك في مرية، فيه الأمر بالجزم واليقين في العقائد، وأنه لا يصح طريقة من يجعل الشك طريقا للمعرفة، بل المعرفة تحصل باليقين لا بالشكوك والأوهام. ولذا قال فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، أي لا تشك في أن طريقتهم باطلة. وفي هذا إبطال طرائق المشركين وبيان أنها لا تنفعهم شيئا لا دنيا ولا آخرة. قال فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. وفيه التحذير من الاحتجاج بطريقة الآباء والأجداد، ووجوب أن يكون الاحتجاج بأمر يصح الاحتجاج به. ثم قال وإنا لموفوهم، أي سنعطيهم عطاء كاملا فيما يتعلق بنصيبهم، فما فعلوه من الحسنات يجازيهم الله عليها في الدنيا، بحيث إذا قدموا على الآخرة قدموا خالي الوفاض. قال وإنا لموفوهم نصيبهم، أي سنعطيهم نصيبهم غير منقوص. وفي هذا بيان أن الله قد يتفضل على بعض الكافرين والمنافقين في الدنيا بنعم يراها جل وعلا لحكم، إما لفعل جميل فعلوه، وإما استدراجا لهم في نعمة الله جل وعلا. قالوا وإنا لموفوهم، أي معطيهم نصيبهم كاملا غير منقوص، أي لا نقص في ذلك النصيب. فهذا شيء من فوائد هذه الآيات وبيان معانيها وحكمها، ولعلنا إن شاء الله تعالى أن نواصل بقية هذه السورة غدا، ونجعلها آخر ونجعل درس غد آخر سورة هود. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، وأصلح الله أحوالنا وأسعد ذرارينا وأصلحهم بمنه وكرمه، كما نسأله جل وعلا أن يكون مع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ينصرهم ويناصرهم في الحق ويرشدهم على ما يستفيدون منه، كما نسأله جل وعلا صلاحا لأحوال المسلمين واستقامة لأمورهم ورغدا في عيشهم وصلاحا في ذريتهم، ونسأله جل وعلا لإخواننا المضطهدين نصرا قريبا وكفا لعدوهم، كما نسأل الله جل وعلا أن يداوي جرحاهم ومرضاهم، وأن يغفر لموتاهم، وأن يجعل لهم فرجا ومخرجا، وأن ييسر لهم أمر الأرزاق، يطعمهم من جوع، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يجعلهم هداة مهتدين من أسباب الخير والهدى والتقى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.